بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد سؤال تاني. which of the following which of the following is the most likely main constituent of hair renal stone? هي 33 year old woman admitted to the ward second time over the past 6 months renal colic. هي عندها كرون تمام وعامله باور سيكشن يبقى قسم اوزاليت. قصة الباور ريسكشن دي قلنا انه ايه البايل سولتس كده مش هيحصل لها ري ابزوربشن، فهتنزل وهي نازلة تاخد معاها ايه الاوكسالات. تمام. الناس اللي عاملين سمول باول ريسكشن بيبقى فيهم هي انهانسد انتريك اكزاليت ابزوربشن. تقريبا البايل سولت دي كانت بتمسك مع الاوكساليت، دلوقتي ما لقيتش حاجه البايل سولت فبتمسك مع الكالسيوم تعمل ستون، قصه كده صح؟ Which of the following is the most likely diagnosis? 58 year old woman جال neurology عندها tinnitus و unsteadiness و vertigo developed progressively over the last 9-12 months. Tinnitus unilateral affecting left ear only. Recent hearing test has shown some left-sided sensorineural hearing deficit. الاكزامينشن كونفيرمز الهيرنج لوس والفيشل والتروجيمنال نيرف فانكشن ابيرز انتكت. التقنية ماشية مع مش معمل المنير. منير سنسور نيورال وفيها فيرتايك وتيتانوس وتينيتاس والكلام ده، كان بيقول ايه؟ بيقول فيلينج اوف فارنس ده علشان يأكد لنا ده فيستيبلر طلعت. طب نشوف كده، هي شاشة محمد vestibular schwannoma slowly worsening unilateral symptoms of tinnitus و hearing loss coupled with vertigo. تمام. ده typical لل vestibular schwannoma. In contrast other skull based tumor involvement of the facial و trigeminal nerve tend to occur later وال MRI هو ال confirming. يعني اعتقد ان هو الكورس نفسه بتاع الديزيز. نشوف المنير كده. يعني الكورس بتاع الديزيز هو اللي كله هنا. المنير unilateral symptom with no involvement in the right ear at all steer us away from menier as the possible diagnosis here. يعني ايه يعني ان هي unilateral، المنير بيبقى bilateral. المنير برضه بيبقى يونيلاترال، ساعات بيبقى بايلاترال في الآخر، مش عارف هو نون انفورمنت اوف رايت اير ات اول. لا المنير ساعات بيبقى معاه سنسور نيورال في واحد منهم، مش شرط يبقوا الاثنين يعني. السؤال ده تركيبته مش حلوة يعني، حتى هو نافي ترايجيمينال وفي الآخر إيه اللي كانت ترايجيمينال برضه بيحصل بس ليتر يعني. شونوما استيبلر شونوما تمام. مش عنده السؤال ده، مش مشكلة. which of the following is the most likely cause of this patient's acute renal impairment? Okay, عنده blood cell red cell plus وعنده بروتين 2 وليكوسايتس وكريات هاي وكان 132 on admission. في حاجة عالية الكريات تمام وفي بوتاسيوم هاي. طيب نشوف بس السيناريو، وعندنا إزينوفيل في الواي بلاد سيل. 52 year old man present with community acquired pneumonia treated by intravenous co-amoxiclav after an initial improvement في symptoms deteriorated
اوكي بلاد بريشر هاي، وعنده خلاص دي ايزونوفيليك اكيوت انترستيشيال بس نفرايتس صح، بالظبط بالظبط. ريش وإزنوفيل وفي دراج. هو هنا الليكوسايد بوزيتيف بس ما فيش نايتريت، نايتريتس وكده صح، هي انترستيشيال تيجي مع الكوام اوكسيكلاف صح. نديها which of the following is the next appropriate intervention for hair lung disease. طيب هو تقريبا حالة سي او بي دي، وكاتب في اخر سطر ان هي عندها الاو 2 اتريست 7 و1، احنا كنا بنقول من 7 و3 ل، طيب يبقى كده لونج تيرم اوكسجين. أقل من 7 و3 لونج على طول. هي طلعت لونج تيرم، الشاشة ما طلعتش. لونج تيرم. طيب تمام. which of the following is the most important investigation before starting therapy. هي تقريبا عندها أكني، تمام، يبقى نعمل pregnancy test ولا ايه؟ طب نتأكد برضو تاني، هي دلوقتي عندها، هي في الديرما تمام، وريفيو للأكني تريتمنت، وخدت وايد رينج من topical therapies. you decide to start خلاص خلاص oral. تمام، Oral يبقى لازم نتأكد إن هي مش اعمل حامل. pregnancy test. بالظبط. Which of the following is the most appropriate next step? A 16-year-old man gay be recover في coronary care unit following placement of 2 stents for inferior MI. When nurse have noted Mobitz type 1 heart block on his telemetry monitoring, he is being free in current medication 5 بيزوبرولول واسبرين وتيكا جريجول ولو موليكولار ويت هيبرين. اعتقد ده نورمال ولا ايه؟ اوبزرفيشن ستين. بعد ال بعد السنت يعني، ستين يعني هو عنده بس موبيتس تو تايب 1. ستنت. تو ستنت يمكن، مش قلنا بتعمل البي سي اي نفسه ممكن يعمل لي شوية لخبطة اوبزرفيشن مثلا. مش اللي هي ديت، معلش انا هتأكد بس. احنا عندنا موبس تايب 1 وموبس تايب 2، دي بتاع ال تايب 2 هارت بلوك صح؟ تايب 2. تايب 2 صح؟ تايب 1 دي كانت تاني بتبقى موبس تايب 1 دي كنا بنعمل اوبزيرف، انما ال 2 بقى دي اللي كنا بنعمل فيها اللي هي ال بيسنج او كده. صح. تايب 2 اللي هي موبتس 2 سكند ديجري، اللي هي اللي كانت ايه موبتس تايب 2 دي اللي ممكن نعمل فيها حاجة انترفنشن دي اوبزرفيشن غالبا. شوف مظبوط. تمام. From which of the following intervention is she most likely to benefit؟ يعني هعمل لها ايه؟ تمام، جلوكوز 4، الكريات 135 هاي، بوتاسيوم هاي، صوديوم لو، صوديوم لو أديسون يعني تمام. اوكي، وهي عندها شموس سيروديتس يعني داخلة في ميكسيديما كوما. ما خدتش بالي من صوديوم لو والبوتاسيوم هاي، ماشية مع الأديسون وبيبقى معاه هاي ومعاه الجلوكوز، لا جلوكوز كويس، جلوكوز كويس، ساعات بيبقى ممكن معاه تلاقي جلوكوز معاه هاي بوتنشن ولا حاجة، وبيبقى عنده معاه بوسترال دروب، في بوسترال دروب تمام، يبقى هديها هيدروكورتيزون. طيب هي دخلت في ستريس والكونديشن ولا ايه الحكاية بقى؟
هي بتقول she admits to feeling washed out and off her food for 3 months and has asked her general to increase her dose of thyroxine. زود الثيروكسين ممكن تخش في بتاع كرايسيس. هي يعني ايه washed out and off her food؟ هي المعنى اللي ثرجك يعني feeling washed out ثرجك ما تخش. وإيه تمام. هاد اسكت هير جي بي ان هو هي بتسأل الجي بي انه يزود لها ثيروكسين ما عندهاش طاقة لثرجك وكده. لا هي كده اديسون يعني نديلها تمام. ده هيدروكورتيزون. المفروض نديلها 100 هيدروكورتيزون. عندنا انا ثيروكسين اللي هيحصل لها تخش في اديسونين كرايسيس. ماشي. طب سمول باول بكتيريا الاوفر جروس ده بنعمل له ايه الانفستيجيشن اللي احنا بنعمله ليه؟ هيدروجين لاكتوز هيدروجين بريس تيست رقم دي. في واحد احسن منه بس انفيسيف ما بيستخدموهوش ان هو الديفينيتيف ان انت بتاخد بايوبسي جينوم بايوبسي. جنن بالضبط. بالأنتيبيوتيك اللي مناسب الحالة دي انا الشاشة عندي يعني متأخرة قوي. الموست ابروبريت انتيبيوتيك انترفينشن. تمام. السي ار بي هاي والبيلروبين هاي. طب نشوف ايه الموضوع. هي عاملة بيلر ستنت عشان كولانجيو كارسينوما دايجنوز سام 4 months earlier. ماشي. هي دلوقتي جايب سيفير بايركسيا ورايجر بيجينز 6 hours earlier. هي not relieved بالبارستامول and she has the right upper. ده اللي هو الشاركو الترايات ده صح؟ اللي هو فيفر و right upper quadrant مين؟ رايجر في جونتس؟ اوكي هو كولينجايت سندن كولينجايت بلاد بريشر واقع و او يعني سينستين. تمام. سي ار بي هو ايه بقى الانتيبيوتيك اللي هدولها؟ لا ينفع مع سفلكسين متهيألي مترونيدازول. مترونيدازول كان كويس في القصة دي يعني. لا أنا مش فاكرة مش عارف. لا الكوموكسيكلاف. كوموكسيكلاف كوموكسيكلاف سندي كولانجيتس فعلا صح. الفلاجيل والجنتاميسين سكند لاين. هي عشان ايه يعني؟ جرام عشان نيجاتيف تغطي جرام البكتيريا. بالظبط. مترو والجنتا كومباينيشن بيبقوا سكند لاين مع بعض. الحالات اللي لو العين بنسلين الرجل ماشي مترو والجنتا والجنتا مايس عشان يغطي النيجاتيف. ماشي. Which of the following is the most useful next investigation? بيقول الاكزامينيشن في tenderness over the spine من T12 لL1. She complain of pain weakness affecting both lower limb pyrexia. بيقول ان هي ايه diabetic food clinic for MRSA infected ulcer on her on the plantar surface. يعني يعني ايه حصل اللي هو مايلايتس ده ولا ايه؟ استوميلايتس يمكن. اه هو البين فين بالظبط؟ البين في السباين من تي 12 وال 1. اللي هو الديسكايتس بتبقى جايه لها من الهيموراجيك من هيماتولوجيكال سبريد.
اه بالظبط. investigation MRI ولا ايه؟ امتى ام ار اي كان هو صح؟ ام ار اي هي ال MRI. كانت الديسكايتس دي ولا اسمها ايه؟ بديورال ابسس. epidural abscess. تمام. دي ايه؟ ده ventricular ولا ايه؟ مغنيسيوم ترسول دي دبوا. ترسول دبوا بس ال اوكي مغنيسيوم سلفيت. أو لا مونومورفيك. شكلها في تاج هي. دي أنا لا أنا استعجلت صح. دي مونومورفيك فنتركلر تاكي. هي كان معاها البلاد بريشر واقع صح؟ يا تروسات هو كانت مونومورفيك صح؟ لا بولي مورفيك. بولي مورفيك. بولي مورفيك. فكرة التانية بولي مورف عند الفي في تاك. طيب نشوف الكيس. أكيد كانت بتشتكي من إيه؟ بين فوق الـ50 سيستوليك وأعلى الـ50 سيستوليك وأعلى شست بين كومبرومايز. جالها كراشنج شست بين و وكولد وكلامو سويتنج. تمام. والسيستوليك 50 مظبوط. دي احنا الصورة دي احنا عارفينها يعني قبل كده. ليش الانفستيشن ده ايه؟ اكروميجل ممكن الانسولين لايك جروس فاكتور بالظبط. انيشيال بالظبط. ماكروسكوبيك ابيرنس ان ريماركابل. ويبقى دي اللي اسمها ايه لمفوسيتك كولايتس. ماكروسكوبيك عمليات اللانزوبرازول والسبب مش شايف الاختيارات لو في لانزوبرازول. مش ميكروسكوبيك هي اعتقد سودو ممبرينس كده بس شوف ال سودو ارجع للسلاسل. لا لا هي اسمها كاتب ان الميكروسكوبك ابيرنس ان ريماركبل بعد ما عمل الكولونوسكوب وده الهيستولوجي. الكروم مش باين منه حاجه تانيه بتبان في الماكرو. تمام تمام. البي بي اي يعمل ميكروسكوبك. البي بي اي كان اللانزو برازول والسيرترالين برضه. الاس ايوه بالظبط. صحيح بالظبط مظبوط. هو السؤال مش باين عندي لسه. طب ماشي. which of the following is the most appropriate long term intervention؟ هي 77 year old woman بتاخد اوبيت انالجيزيا عشان resectable carcinoma of the left breast commonly emergency with severe constipation. She has only opened her bowel twice over the past two days بسميل بيلتي فيسز. اوكي ماشي. الاكزامينشن ريفيل سوفت ابنومنال ديستنشن و جنراليز تندرنس وفي سلوكش ساوند يعني كونستبيشن بالاوبيات. الاوبيات لونج تيرم انترفنشن اختيلوز مثلا مش عارفه بصراحه. نشوفهم كده. الاكتيلوز ده اوزموتك صح؟ صوديوم صوديوم دوكيوسيت. المدة في الأكشن بتاعه act as both mild stimulant
and stool softener and is therefore effective in relieving symptoms of opiate induced constipation. وحدناش الباليتيف عشان كده السؤال ده يعني هو انتي دوت للكونستيبيشن اللي بتعمله ال بويت اوكي صوديوم ديكوسيت اوبييت انديوس كونستيبيشن وبارشالي اوبييت زي الترامادول برضو والميبتا زي ده برضو بيستخدم برضو يعني اوبييت وبارشالي Which of the following is the most likely diagnosis? نشوف الاكسري بس. دي تراكية؟ أعتقد ده أبر. أعتقد ده أبر لوب صح؟ الفيل ساين. ليفت أبر لوب إيه بقى؟ تيوبولار عندك تيوبولار هارت وهايبر انفليتد تشيست. قصدك رايبون هارت. والرايت سيلويت ساين مش موجودة أو طيب نشوفها هي هو قصدك رقم خمسة كان إيه؟ سيجنس فورتس بريف سيموما ولا سيموما كولابس ولا كونسوليديشن هو ارجع كمان شايفين الشادو ده؟ ده بتاع تركين ولا أنا متهيألي؟ هي كولابس في الليفت اللي بتبقى زي ال زي الستارة أيوة البلساي صدق هي دي زي الستارة دي كان اسمها هي كانت ارجع بس شوف الخيارات بس ده في الانفيريور يمكن ليفت لا لا بتاع الانفيريور ليفت لور صح؟ الأخبار لا دي أبر أعتقد إن دي أبر لوب كولابس ليفت برضو بتاع ليفت أنا شايف حاجة شكلها هو ده تركين حرك عليه ده يعني أشيله عشان يوضح ماشي نشوف كده طيب إيه الإجابة Left upper loop collapse. هي اسمها ايه الساين؟ فيل ساين فيل فيل اوكي هو تحس ان هي هيزي شوية يعني الجزء الأبر في الليفت ده بتحسه هيزي كده هيزي اللي تحت بقى الليفت لور ده اللي هو بيبقى دبل كاردياك او كونتور ده اللي هو اسمها سيل تقريبا اللي بيبقى تحت اتنين بس هي تحس ان فيها السيل دي هنا بصي على ثواني اجيب لكم الاكس راي تحس ان هي مور اور ليس يعني تحس ان كده هنا في حاجه ليفل وهنا في حاجه تانية بس يمكن مش حقيقي يعني بس هي احساسي جه كده بس هي يمكن لا مش هي لا بس هو في الابر واضح الابر واضح الابر واضح تحس ان هو جزء ال يعني انا شايفه انت ممكن نرسم البوردر طيب ماشي يعني شايفه ان الجزء ده كده كل اللي فوق ده كل ده كده هيزي ده على حسب فهمي يعني مش يعني كل الجزء اللي فوق الأبر ده هيزي شوية عن اللور وعن الناحية اللي هي الرايت كلمة فيل دي أعتقد إن هي معناها يعني زي حجاب أو يعني ستارة ستارة which of the following is the most appropriate next step اوكي 21 year old woman عندها أزمة following third admission on the last 6 months she takes twice daily high dose
fluticasone and salmeterol inhaler and daily oral montelukast. On her last three admission, she recovered rapidly with nebulizers and was deemed fit for discharge some 24 hours after admission. Her peak expiratory flow rate 520 versus 550 predicted. Almost appropriate next step. أعتقد إن هي تبقى سي. هي بتاخد أعتقد إنهيلر؟ هي بتدخل المستشفى بيقول لك بتدخل بتحسن على طول بالنبيلايزر. تمام. فهي ما بتعرفش تاخد الإكسبيراتوري فلوريد كويس برضه صح؟ صح. إنهيلر تكنيك انجيجمنت صح. طيب صح كلامك مظبوط. Which of the following is the most likely diagnosis? CK 620 تمام وكريات نورمال بوتاسيوم شو بس الكيس؟ الاكزامينشن كونفيرم بروكسيمال ماسل ويكنس ويز بريزرفيشن للديستال فانكشن والشست كلير يعني في بروكسيمال. ماشي. 45 year old woman عندها بروجريسيف ويكنس للشولدر والهيبس which means that she is finding it increasingly difficult to walk up stairs. There has been intermittent difficulty with swallowing. She has no muscle pain, no skin rash. Her hands appear spared and is able to do her knitting easily and play the piano for her children. Not my son, anyway. Mr. CK, hi. Pull my side. عندك difficult for swallowing وال CK وعندك proximal. Then هو النفالك الرعش. مش من قصده مش ترماتو بولي بس السيكين بيبقى هاي قوي في البولي ما بيبقاش كده. انا معاكي هو بس هو ستيل هاي هنا برضه تمام قام اعلى من كده صح. Which of the following is the correct volume of fluid replacement per day? هي 75 old man جاي بسكيميك هارد ديسيز كمان admitted to emergency dense right side hemiplegia due to ischemic stroke. His swallow is unsafe with decision ان انا ابدا fluid replacement with nasogastric tube. اديله قد ايه fluid per day؟ واحنا الطبيعي بندي 25 ل 30 بس عشان اسكيميك ننزل شويه يمكن دي تبقى في الهوسبيتال ولا في الهوم ولا فين؟ فلويد ريبليسمنت اي مكان. اوكي للهارت فيلير احنا بنحسب بقى هياخد قد نحسب وزنه بنضرب ده في 25 احسن من 30 25. تمام. Which of the following score is the most useful to assess the severity بتاع ال GI bleeding؟ GI؟ ال Blatchford دي. الأولانية. Blatchford؟ لو خلينا دول. صحيح مظبوط دي بتاعت بلاتشفورد جي تي بلاسكو بتاع ايه تمام الاسبلت بتاع البليدنج بشكل عام الانتيكواجليشن بعد الاي اف الرينكن دي بتاع الستروك رينكن الاسسمنت ديسابيليتي اوكي الرينكن
ورانسوم برضو alternative للاسكو بنكرياتيس. في واحدة تانية للبيتسور، بيتسور ووترلو. الوترلو. في واحدة كمان ولا خلاص؟ في واحدة كمان ولا خلاص؟ لا لا خلاص كده دول. Which of the following is the most appropriate intervention? البونس كام في evidence of myths related to the original cancer؟ هو 65 year old man present in oncology 3 years after diagnosis of prostatic carcinoma for which underwent radical prostatectomy. He has suffered from increasing bony pain affecting both femurs and his lumbar spine over the past 6 months. Okay, ماشي. He has also been treated with anti-androgen therapy after his original surgery. The intervention في myths related لل original cancer. Cylindrenic acid. عشان ديزنوباب. هو مفروض ديزنوباب ميتاستاتيك. بالضبط. بس حتى البيسفوسفونيت يستخدم في الميتاستاتيك بول. ايوه يا دكتوره مياده بتقول ايه؟ رجعت اخيرا. اعتقد ان احنا ممكن نستخدم برضو انتي اندروجين ولا ايه؟ لا هو عامه البروستاتيك الميتاستاتيك كانسرز بندخل الدونيزيماب. ده الخيار الاول. فين الدونيزيماب هنا؟ وينه هو ده؟ مش موجود. ما في دونيزيماب. ده اللي شبهه إز تولاميد. لا أوكي شكله هو ده. لا تولاميد ده هو صح. إزالتوميد يمكن ده صح. إزالتوميد إيه الميكانيزم بتاعه؟ أنتي أندروجين. أنتي أندروجين ثيرابي for patient to have relapsed prostate cancer with meds despite androgen deprivation therapy. صح صح في مايد مايد دي حقت الاندروجين حقت البروست ال جونادو ريليزينج هرمون مايد مايد مايد. Which of the following is the most appropriate next intervention? He is given tazocin and started on intravenous fluid replacement. دي شكلها اللي فيها الانترو مش دكتورة راحت. طيب نشوف ايه الكيس من الاول كده. 61 year old man عنده type 2 diabetes degree of cellulitis affecting the right cuff treated with oral fluoxacillin بالجي بي for past 48 hour concerned as the area infection appears to be rapidly enlarging blood pressure 160 pulse 95 regular temperature high there's 8 cm diameter area of erythema which with central necrosis and bully formation surrounded by much wider area of edema. There is also inguinal lymphadenopathy. He complains of severe pain. والarea بتاع cellulitis doubled. نعمل له surgical يعني ولا ايه؟ severe pain ده بتاعت النكروتايزنج شكلها. نعمل debridement. surgical. surgical debridement. حتى الهايبربريك يستخدم هافارول. نيكروتايزنج فاشيتس. هو قال ان هو قال ان هو اداله. لا هو قال اداله فلويد وتازوسين. year old patient admitted emergency nausea vomiting abdominal distension which has increased over the past few days. There's no longer able to keep anything down. Examination reveals blood pressure 160 pulse 90 regular abdominal distension وفي audible bowel sound.
كل حاجة نورمال والإكس راي شون بلو. السؤال بقى إيه؟ إيه فالفلوس؟ فالفلوس أنا مش شايفة هو ده فالفلوس في إيه؟ لافف تقريبا ولا سمول سمول باول اوبستراكشن باول سمول باول اللي هي بتاع كونيفي دي. اه صح. اه تمام. طيب which of the following next best intervention a 32 year old woman get diabetes in pregnancy clinic despite 2 weeks of diet exercise fasting 7-1 she is recommended to start insulin therapy but refuses point blank blank clomide ايه اه احنا ده خالص هي دي بريجننسي ومش عايز تاخد انسولين صح؟ بس نديرها متفرق سواء احنا جيل بنكلومايد ده كنا بنضيف للناس اللي بيرفضوا الانسولين بس اوريدي بيبقوا واخدين متفرق. هو ايه المود بتاع الاكشن بتاعه ايه؟ سلفايد جيل بنكلومايد من السلفايد جروب فعلا يوريا. تمام اعتقد ان هو متفرمين متفرمين الاول صح؟ اللي غير البنكرومايد ده إيه مش هو السوبر فيرد اوبشن هير رقم واحد متفرمل بس دو يعني بده دفع which of the following is the most likely diagnosis ماشي نشوف السؤال 71 year old man عنده deterioration في المود و his ability to mobilize around the house over the course of last 9 months other symptom recurrent dizziness problem with passing urine with episodes of incontinence تمام بيقول he has either fainted or nearly fainted when getting up from dinner table يعني عنده بوتشرت صح أو going to the toilet in the night. Multi talking to the multiple, sir. Multiple system atrophy. Autonomic. نكمل عشان هو emotionally labile المهم دلوقتي blood pressure 155/90 which falls 130/80 on standing يعني عنده mitral hypotension و attacks the gait باركنسون وسيربيلر واوتونوميك ايه قلت هو فين السيربيلر السيربيلر تاكسي الجيت طب ليه ما يبقاش نورمال بريشر اللي هو بيبقى فيه انكونتنس واتاكسيا برضه ودمنشي ال بس هو معاه بوتشل ريشارد كان بيبقى معاه ايه؟ معهوش ديمنشيا ده